هنا يتجدد معكم أسبوعيا مشاهدينا لنتجول معكم سوية في عالم السينما المدهش والممتع عبر برنامجكم عالم السينما. أول ما نبدأ به عالم السينما لهذا الأسبوع هو الفيلم الكوميدي أنيمال. الفيلم يحكي قصة رجل شرطة يدعى مارفي مانك، والذي يعمل في قسم الملفات في مركز للشرطة، ويطمح لأن يقوم بتعقب المجرمين الخطرين. وذات يوم يتلقى اتصالا بطلب المساعدة ويلبي النداء دون أن يضع أمامه قدراته المتواضعة كرجل الشرطة. Nice catch. What's in me? I put animal parts in you. What? Good boy. أحد المخترعين يكتشف عقارا يصبح مارفي بعد تناوله قادرا على امتلاك قدرات العديد من الحيوانات، وهذا ما يجعله رجل شرطة محترف في صيد المجرمين الخطرين. الفيلم من الأفلام الكوميدية الممتعة. في هذه الحلقة من عالم السينما سنتناول ممثلا سينمائيا طالما أمتع المشاهدين بأدواره المؤثرة، فهو قد بدأ من القمة ولا يزال متربعا عليها. إنه هاريسون فورد. كانت خطوات فورد وإيدة باتجاه استوديوهات هوليوود. كان عليه أن يقوم بأعمال كثيرة من أجل أن يجد ذاته ويصبح على ما هو عليه الآن، فقد عمل بائعا للبيتزا إضافة إلى أعمال كثيرة كان آخرها عمله بالنجارة، وهي مهنة أحبها فورد كما يقول. كانت بداية فورد مع الأفلام والأدوار الثانوية في نهاية الستينيات من القرن الماضي، كما كان ضيفا في بعض أفلام الكاوبوي. وحتى بعد أن أعطاه جورج لوكاس دور يونغ كروزير عام 1973، إلا أن سيرة فورد لم تتحسن، ولكن اهتمام لوكاس به كان له أثره المستقبلي في أول مشروع كانت هوليوود قد أهملته، ألا وهو فيلم حرب النجوم عام 1978. ومنذ بداياته الأولى حاول فورد أن لا يسلك الطرق نفسها في كل مرة ويختار الأفلام المتشابهة، ويقول: كممثل عليك أن تبحث عن أشياء مختلفة بهدف تطوير مهاراتك في مجالات متعددة والتي يريدها منك المشاهد. في فيلم ساحل البعوض كان كل شيء جديد بالنسبة لفورد، وكانت شخصيته في هذا الفيلم أكثر الشخصيات تعقيدا. Why a beautiful house, right in front of you. Venus in a house. This'll do for the kitchen. That could be the laundry and wash house. Tie the whole thing together with a platform and put the sleeping quarters up above. النجاح الذي حققه فورد مع لوكاس جعل من ستيفن سبيلبرغ يختاره لبطولة سلسلة أفلام المغامرات التي يخرجها، ويؤدي فيها فورد دور المغامر انديانا جونز الذي يتمتع بقدرات ذهنية وجسمانية عالية ومبهرة. بعد هذا الفيلم بدأ فورد يتطلع إلى الأمام، وذلك بتطوير قدراته ومهاراته الجسمانية التي فرضت عليه من خلال أدائه لدور أنديانا جونز، وقد استطاع فعلا أن ينجح بهذا النمط بعد أدائه لبطولة فيلم الخطر الواضح والراهن. Thank you.
على الرغم من أن فورس رسخ في أذهان معجبيه كونه ممثلا لأفلام الأكشن، إلا أنه في الوقت نفسه حقق عدة نجاحات في أفلام الكوميديا الرومانسية، ومنها فيلم سابرينا مع جوليا أورمون. 24 hours I can make it unhappen. 48. You're talking about my life. I pay for your life, David. My life makes your life possible. I resent that. So do I. I like Sabrina. I always have. But I'm not about to kiss off. I don't care what she did to her hair. You know, you are not exactly what people say you are. What do they say I am? That you're the world's only living heart donor. No. Bad. بعد هذا الفيلم كانت لفورد عودة لأدوار الحركة والإثارة، وذلك بعد أدائه لدور الشرطي في فيلم The Devil's Own. Who are you? Francis McGuire, a.k.a. Frank. أما في فيلم الهارب فقد أدى فيه فورد دور المتهم الهارب من القانون، إذ يحاول فيه إثبات براءته من قتل زوجته، ويثبت ذلك بالأدلة في نهاية المطاف. I'm not trying to solve a puzzle here. Well, I am trying to solve a puzzle. I just found a big piece. أما آخر فيلم مثله هاريسون فورد فهو Air Force One. إذن كانت هذه جولتنا مع النجم هاريسون فورد. نصل بكم إلى فيلم الليلة المختار، والذي يحمل عنوان الطابق 13. فيلمنا هذا والذي ستشاهدوه بعد قليل يدور حول موضوع شائك ومعقد، وليس سهلا عليكم معرفة شخصياته وأحداثه، فهو فيلم مليء بالغموض منذ بدايته وحتى نهايته. You could call it the end of the world. إذا ما أردتم فعلا معرفة ما يجري أمامكم من أحداث في هذا الفيلم، وإذا أردتم أن تتعرفوا على شخصياته، فنحن ننصحكم أولا بالتركيز على حواراته وأحداثه، وأن تحرصوا على مشاهدته منذ البداية وحتى النهاية دون أن تفرطوا ولو بمشهد واحد فقط، فهذا سيزيد من غموض أحداثه وسيفوت عليكم الفرصة لفهم ما يجري. How do you like having your life fucked هنا لا نسعى إلى تبسيط فهم أحداث هذا الفيلم، وإنما نحاول أن ندلكم على الطريق المناسب لفهمه. بداية عليكم التركيز على الشخصيات التالية: دوغلاس هول، فولر، بريجيت، أشتون. هذه الشخصيات ستشاهدوها لأول وهلة، ولكن قد لا تكون الشخصيات الحقيقية التي تحمل هذه الأسماء، وهناك خلط شائك بينها، وهذا ما يتضح عندما تبدأ عملية المحاكاة عبر الزمن من الماضي إلى الحاضر وكذلك إلى المستقبل. Oh,
فيلمنا لهذه الليلة الطابق 13 من إنتاج واحد من أكثر المخرجين شغفا بأفلام الخيال العلمي، ألا وهو رونالد إيمرج صاحب فيلمي يوم الاستقلال إنديبندنس داي وكوزيلا. أما مخرجه فهو الذي كتب السيناريو له أيضا جوزيف روسناك. الفيلم من بطولة غريك بيركو، كريتشن مون، فينيس دوفينو ودينيس هايزبرت. ربما يكون فيلم الليلة من أفلام الخيال العلمي التي تناولت موضوع الواقع الافتراضي في الكمبيوتر مثل أفلام ميمونيك وماتريكس، إلا أنه قد تعمق إلى درجة كبيرة في هذا الموضوع بحيث أصبح ليس من السهل علينا فهم إلى أي درجة وصل بنا هذا الواقع الافتراضي، وأصبحنا حقيقة لا ندرك أن الذي يجري أمامنا حقيقي أم افتراضي. Tried to reach me. Wanted me to meet him at some bar. What bar? He thought someone was after him. Did you talk to him? I know how strange this sounds. I can't remember. What do you mean you can't remember? Did you talk to the detective about this? Vane? The bartender will. إذا هذه دعوة من أسرة عالم السينما إلى مشاهدة يقظة لفيلم الليلة الطابق 13. مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء.